الاتحاد قوة، الاتحاد ضمان. وكلت يوم أوكل الثور الأبيض، ما يريده اثنان يتحقق. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد. رمضانية. السلام عليكم مستمعينا في حارة FM، ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجنا. منرحب فيكم، منرحب بضيفنا الأستاذ الفنان أحمد شكري. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أستاذ العظيم؟ سلامات يا حبيب قلبي. سلامات إن شاء الله بخير. داعي لك السلام. الحمد لله رب العالمين. شو حضر لنا اليوم؟ تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد. كونوا جميعا يا بني إذا ترى خطب، ولا تتفرقوا أفرادا. تأبى العصي وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد. رح نحكي اليوم عن الاتحاد. عن الاتحاد، توحد والاجتماع، ولا عن الفرقة؟ الاتحاد قوة، الاتحاد ضمان. للأسف يمكن الشعب السوري هلأ صار معبي الدنيا كلياتها، مو بس الشعب السوري، وحتى الفرق والمذاهب والألف فصيل. صار شيء مسلح بالفصائل المسلحة، عنا ألف فصيل بالأجسام السياسية، عنا ألف جسم سياسي. حتى بالهيئات الإغاثية والهيئات المدنية صار عنا ألف جسم، وجسم ما حد عمال بيشتغل، ما حد عمال بينسق مع التاني للأسف. والله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم عمال بيقلنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بالقرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى عمال بيقلنا كمان في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صحيح. فعلى ما يبدو فعلا، صدق الله العظيم، فعلى ما يبدو فعلا انه هذا الموضوع مهم جدا. صحيح. وين الاتحاد هلا استاذ؟ ما عم نشوف الا التفرق، يعني وكانه فرق تسود. في اتحاد ان شاء الله، بس انا حضرني قول امير المؤمنين الله يرضى عنه عمر بن الخطاب. الله الله. لما بيحط راسه على المخده بيحاسب نفسه. تمام. محاسبة الذات. يا ريت العلماء والفقهاء وأصحاب القرار والناس اللي عند ردة الفعل تجاه الطائفية إلى آخره، نعم، يوقفوا مع نفسهم دقيقة، يقولوا لنفسهم ليه هالقتل، ليه هالدمار، من أجل من، لمن، لمصلحة من؟ أنا أقتل إنسان؟ أخ إبراهيم أنت بتعرف اليهود كانوا عايشين عنا، والله ما بيفرقوا بمعاملتنا مع بعضنا البعض. يهود يعني الصهاينة تعرف لعبوا دورهم وخربوا لي، حتى دي اليهود يخربوا كمان للأسف الشديد. المسيحيين كانوا أخوتنا. كان في منطقة عنا بقول لهم إياها دائما أنا للشباب، في 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 قلب المنطقة الشعبية الإسلامية بحاراتنا الشعبية القديمة حارة اسمها حارة النصارى. لو تشوف الحارة من دور مدارات الحارة ملان كل مسلمين وعايشين معهم، والله ولا حدا بحط عليهم غبرة ولا حدا بيسألهم ولا حدا، ومن شاطرهم أفراحنا وأحزاننا وأفراحهم وأحزانهم، ومنكون معهم على السراء والضراء، ومن شاطرهم بالبيع والشراء في أشياء، في أشياء كتير مشتركة. تحيا أخي أنا بشبهك وأنت بتشبهني، ليش التفرقة، ليش الشرزمة، لصالح من؟ فلذلك النخب تحاكي نفسها وتحاسب نفسه
أنا متأكد، أنا والله متأكد من كل كلمة بقول لك، إنه الشعب هو قلبا وجسدا واحدا، لكن في ناس وراء الكواليس عم يلعبوا في أصحاب النفوس الضعيفة، عم يلعبوا على الوتر الطائفي، عم يلعبوا على ما عادت بس أستاذ أحمد، ما عادت بس على الوتر الطائفي، يعني حتى أبناء الطائفة الوحدة مقسومين 30,000 قسم، يعني يعني خلينا نحكي هلأ عنا نحن هلأ أقل شيء كثوار، يعني حتى من أبناء الطائفة الوحدة الثوار نشوف الفصيل الفلاني والفصيل الفلاني فصيل بكفر فصيل تاني وتنظيم، هذا ما هو ديدنونا، وهذا ما من شيمتنا، وهذا ما من طبعنا، ونحن طبعنا طبع السماح، طبع الملاح، طبع الناس الفقهاء، طبع الناس الكمل، طبع الناس اللي عاشوا على بيئة واحدة، على محبة واحدة، ناصر الناس، ننصر الناس إذا كانت ظالمة أو مظلومة، إذا مظلومة نوقف معها، وإذا كانت ظالمة نردع وردع عن ظلمة. نحن ناس طيبين، الشعب السوري طيب، الشعب السوري مضياف كريم فهيم مثقف مراعي لحقوق الآخرين. للأسف الشديد أنا برأيي أجد ضبابة سوداء وغمامة سوداء حلت في بلادنا وعاثت في الأرض فساد. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنتفض غبار الوهم والتعب عن عقول النيرين والعلماء والفقهاء وكل أصحاب الرأي السديد، أنه يصحوا لبلدهم، يحافظوا على بلدهم، ويراعوا بلدهم، ويكونوا كلهم يد واحدة والاتحاد قوة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان قال في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه أو بعضا. كمان سيدنا محمد حذرنا من الفرقة، يعني قال عليكم بالجماعة، فإن الذئب إنما يصيب من الغنم الشاردة أو القاصية، فبالأخير الذئب ما رح يأكل إلا الغنم البعيدة عن الجماعة. للأسف نحن ما عمالنا نتعلم من هذا الدرس، نأكل طبشية واحد وراء الثاني. أخ إبراهيم كليتا نعرف أكلته يوم وكل الثور الأبيض، صحيح تماما. في ناس ما بتعرفه، يعني هيك نبذة بسيطة، إنه ما بده غير الثور الأبيض، بده إياه الأسد أو الضبع، فقال لك نفرط في الثور الأبيض، بعدها شبع بده الثور الأسود، بده الثور البني، بده هذا، حسبوا نفسهم بعد ما إيش، بعد ما راحوا. في أفد قال كلمة كلام جميل: ما يريده اثنان يتحقق. تمام، اذا في اثنين اتفقوا على راي اتحدوا، يعني في شيء معناته بده يصير في الاتحاد. تتاكد قوه البشر حتى لو كانوا بين بين. تمام، يعني ما دام في فكره التجمع للتفرق، ما دام في فكره الاتحاد، ما دام في فكره انه اكون معك بصفك كتفي على كتفك. لاحظ لاحظ في 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 دبكات عندنا في سوريا بيحطوا الكتف على الكتف والإيد بالإيد، حتى بالرأس، حتى يعني شوف وصل لمراحل. شوف الاتحاد معناته بيعمل شيء، يعني لو واحد يرقص لحاله مثال، يرقص في الكلور أو يرقص أي لون من الألوان الرقص لحاله ما بيعمل شيء، صحيح؟ صحيح. طيب نقول إحنا الطير، الطير ما بيطير إلا بجناحه، معقول يطير بدون جناح؟ لا، بجناحين، صحيح. معناته معناته في شيء للقوة، في شيء للاتحاد. في كلمة كتير جميلة أو مثل: المعجزات وليدة الرجال المتحدين. تمام. في مثل حبشي كمان قول جميل: الاتحاد يورث القوة. تمام. طيب في اتحاد ليش ما بتتفقوا؟ طيب استاذ احمد، في شيء ببالك بتحب تزمعنا اياه عن الاتحاد؟ تكرم عينك. اذا الايمان ضار فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لنا.
الوحيد للهمم اتحاد وللتوحيد للهمم اتحاد وللتوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوهام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منارا للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأمام. بارك الله فيك أستاذ أحمد، كلمات بتدل على المضمون تبع الاتحاد، إله واحد، قرآن واحد، نبي واحد، رسالة واحدة إن شاء الله. شكرا كثير الأستاذ الفنان أحمد شكري، ونشكر بطبيعة الحال المستمعين، ونشكر مهندس الصوت جوان كان معنا طول الوقت. من أولى المستمعين كونوا معنا بحلقة جديدة، موفقين بأمان الله. رمضانيات.